أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من شؤون عمالية. عمدت الحكومة على توقيع قانون لمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية كونها غير شرعية، إلا أنها لم تستطع منع العمالة الفلسطينية منها. حوالي 35 ألف عامل فلسطيني مضطرون للعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية لأن الحكومة لم تطرح البديل الوطني، ولأن رأس المال أيضا لم يستثمر في السوق الفلسطينية لتوفير فرص العمل اللازمة. سنناقش هذا الموضوع الهام في هذه الليلة حول طبيعة عمل المواطنين الفلسطينيين والعمال في المستوطنات الإسرائيلية، إمكانية الانفصال الاقتصادي عن هذه المستوطنات وتحديدا في هذه المرحلة. ونستضيف معنا في هذا المساء سيد مأمون أبو شهلة وزير العمل، سيكون معنا من غزة مباشرة، نرحب به معنا. أيضا السيد شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أهلا وسهلا. سيد بسام والويل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أرحب بك معنا. وسنكون مع الدكتور نصر عبد الكريم وهو الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة بيرزيت لطرح هذا النقاش. قبل أن نكون في النقاش معكم سنتوقف عند هذا التقرير الذي يسلط الضوء على رأي الشارع الفلسطيني بشكل عام حول العمل في المستوطنات أو البديل عن العمل في المستوطنات. نتابع ومن ثم نناقش. ايش رايك بالعمل في المستعمرات الاسرائيليه؟ والله احنا يعني كمبدا منفضلش عمالنا نهائيا يشتغلوا بالمستوطنات نهائيا، يعني طالما انه موجود فرص عمل داخل فلسطين وداخل وطننا والله افضل ان نشتغل داخل وطننا. طيب برايك في داخل مناطق السلطه الوطنيه الفلسطينيه في فرص عمل للشباب؟ احنا نامل انه تتوفر ومناشد رجال الاعمال، رجال الاعمال مناشد السلطه انها توفر فرص عمل، لانه كل فرصه عمل بوفرها رجل عمل او رجال الاعمال الفلسطينيين بتعطينا مجال انه المستوطنات تتقلص وما يكونش لها نمو في ارضنا. فاحنا مناشد الجميع ومناشد السلطه ومناشد كل رجال الاعمال يوفروا فرص عمل ويعمروا في وطننا، هان لانه وطننا حلو بيستاهل. اصحاب المشاريع هم اصحاب المصانع، يزيدوا دخل العمال، يزيدوا شو اسمه عاسبه العمال تيجي هنا، لانه في المستوطنات الاجار اكثر مشان هيك بروح على المستوطنات. هنا لو اصحاب المصالح اصحاب المصانع يزيدوا دخل العمال دخل المقاولين عشان يزيد دخل الناس ما يطمعوش يروحوا عند اليهود. والله انا ما بنصحش الشاب انه يعني ما يشتغلش في المستوطنات، ان يتوجه للعمل في المناطق العرب لانه اضمن وبيعرف ياخذ حقوقه. اذا يعني الشغل عندي في المستوطنات خطر، ويعني بجوز اذا واحد نصب عليك مش راح تقدر تجيب حقك، اما ان عندنا هنا بفلسطين بالضفه يعني تقدر تجيب حقك من يعني من القانون. بعدين يعني انا بطلب ان يعني من رجال الاعمال انهم يفتحوا مصانع ويفتحوا اماكن عمل اللي وفروا العمل للعمال والمواطنين هنا في يعني برام الله وفي يعني في كل المناطق. يعني انا يعني بنصح كل الشباب يعني ما يشتروش في المستوطنات، بنصح كل الشباب يشتغلوا عند العرب لان بضل العرب يعني احسن وبرحموا احسن من اليهود. يعني تقدر انت تتفاهم مع العربي، تقدر تاخذ حقك من يعني اي شيء بتقدر تسوي اللي بدك اياه معه، اما مع اليهود يقدرش يعني بجوز ينصب عليك ما تقدرش تاخذ منه، بجوز يعني يتعبك في الشغل، بجوز يعني ما يعطوكش حقوقك الكاملة يعني والاشياء. انا بدعو رجال الاعمال انهم يبنوا لنا مصانع، يعني يفتحوا لنا مجال للعمل. انا بدعو جميع رجال الاعمال انهم يحسوا بالشباب، يحسوا بالشباب الطموح، يعني في كثير شباب عندنا شباب عندهم افكار رائعة لو يستغلوهم بيفتحوا كثير مشاريع بدل ما يصيروا يروحوا على المستوطنات ويتعتسوا ويصير في تهريب. في كثير ناس بتضيع مستقبلها وهم يطاردوا من مستعمرة لمستعمرة وبالأخير بطلعش بفائدة. يعني وتشل الشغل جوا خوف، يعني زيادة 50-60 شيكل لا بشتغل عند العرب أنظف. لو أنا طبعا عشان أنت بكي عارف اشتغلت في إسرائيل مغسلة سيارات، طبعا بكينا نغسل سيارات اليهود ويجي يضحك علينا يعطونا هالتب 5 شيكل و10 شيكل. طبعا تعرف كيف على الفاضي كل هي طاض، يعني صارت مشكلة راح شتوا عليك تروح فيها سجن، طبعا يعني بتعرف جوز 3-4 سنين ولا 10 سنين شفال 10,000 شيكل. يعني تعرف العرب احنا الشيف والله مسكين معناش شيء. مطلوب من الجهات الفلسطينيه توفير مصانع
لتوفير مصانع للعمال، وبطلب من الناس رؤوس العمال ما يسافروا برا، يسافروا في فلسطين، في فلسطين، مشان اليد العامله ما تروحش على المستوطنات. المطلوب اللي هو العمل ان تقوم السلطه بتوفير البنى التحتيه وتوفير الجو المناخي من اجل ان يكون مناطق صناعيه فلسطينيه لتشغيل ايدي العامله الفلسطينيه، زائد اللي هو اعطاء ومنح العمال منح من اجل فتح فرص عمل للي عندهم حرف مثل في مختلف المجالات، ودعم برضو القطاع الزراعي من اجل تطويره، لانه القطاع الزراعي بيشغل ايدي عامله كثيره. وعلى السلطه ان تقر في ميزانيتها العامه السنويه مش اكل من 15-20% من اجل مكافحه البطاله والفقر في فلسطين، وتحسين التشريعات والقوانين الفلسطينيه من خلال مرسوم او مراسيم فلسطينيه، واقرار قانون الضمان الاجتماعي اللي تم الغائه من قبل السلطه الوطنيه الفلسطينيه الذي يؤثر على عدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني. ونطالب نحن كاتحاد في تطبيق وتشكيل المحاكم العمليه والقضاء المختصين من اجل النظر في النزاعات العمليه الجماعيه في فلسطين، وعلى السلطه ان تتحمل مسؤوليتها الاقتصاديه والاجتماعيه والصحيه. بصراحه أن العمال اللي عندهم طلاب جامعات يجب أن يكون يشملهم صندوق الرئيس في الوطن، بحيث أنه أي عامل عنده طالب جامعة أو طالبين أو غيره في سواء هنا أو برا أنه يأخذ منحة، إذا يستحق يأخذ هذه المنحة أو المساعدة زيه زي غيره، لأنه العمال هم اللي بكتووا بنار الاحتلال في جميع المحطات النضالية في فلسطين، وأكل ناس هم اللي بيستفيدوا وبتعوضوا العمال، والعمال هم بشكل نسبة كبير من المجتمع الفلسطيني، وهذول بتصور يجب أن يتم التفاف الانتباه والاهتمام والالتفات لهم في مسؤولياتهم اللي بتخلي الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه، وهذا بكون من تماسكه الاجتماعي والأسره في فلسطين. إذن نحن نناقش من حيث انتهت هذه العينة من استطلاع الرأي للشارع الفلسطيني حول رأيها في العمل في المستوطنات. ومن جديد أرحب بضيوفي بالاستوديو، وأيضا ضيفنا من غزة سيد مأمون أبو شهلة، ونكون في نقاش. أريد أن أبدأ معك سيد شاهر فيما يتعلق بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. بداية، الأرقام هل هي دقيقة عندما تحدث عن 35 ألف عامل يعملون في المستوطنات، وكيف ينظر الاتحاد العام لطبيعة العمل في المستوطنات؟ مساء الخير لك ولحضرتك ومعالي الوزير وأخونا يعني رئيس اتحاد الصناعات في هذا اللقاء، إن شاء الله انه بيكون في بعض الحلول نبشر فيها العمال يعني ان شاء الله. يعني ان شاء الله الارقام الارقام اللي ذكرتيها حضرتك هي ارقام يعني هي قريبه جدا ودقيقه جدا، تقريبا يعني ممكن يكون اكثر او اقل. نعم. بألف بألفين حسب الـ يعني العمل داخل المستعمرات، وهذا للاسف عدد مش بسيط، عدد كبير جدا. نعم. من العمال بيشتغلوا، بزيد هذا العدد بالذات في الأعمال الموسمية بالزراعة، بزيد في منطقة الأغوار بهذه. نعم. المناطق ممكن يزيد هذا العدد 3,000-4,000، وخاصة من العنصر النسائي. نعم. لأنه بتم استخدام النساء العاملات أكثر من الرجال في بعض المهن الزراعية، وخاصة في زراعة الحبوب. نعم. اللي بتتم في منطقة الأغوار. والناحية الثانية هي البناء في المستوطنات. البناء طبعا هذا أكبر عدد يعني من العمال هم بيشتغلوا في قطاع البناء، وفي المناطق الصناعية في منطقة ما تسمى منطقة بركان، وهي أكبر كبرى المناطق الصناعية للأسف الكبير جدا، اللي هي متاخمة في محافظة سلفيت، وتعتبر من كبرى المناطق الصناعية، حيث بتعدد بزيد عدد العمال في هذه المنطقة الصناعية عن 8,500 عامل وعاملة، وأنا بقصد مش بس فلسطينيين، في كمان فلسطينيين من 48 وأيضا
عمال إسرائيليين بيشتغلوا في هذه المنطقة الصناعية. نعم. عندما يعني أقر سيادة الرئيس قانون بمنع بضائع المستوطنات وتحريم حتى العمل في المستوطنات، نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عقدنا أكثر من اجتماع وأكثر من ورشة وأكثر من مؤتمر فعلا من أجل تجريم وتحريم العمل في المستوطنات، وكان الهدف الرئيسي والمركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هو الخروج وإيجاد عمل بديل لعمالنا أو قانون يحمي العمال ويعوضهم مثل قانون البطالة يعوض العمال العاملين في المستوطنات. وكان هناك أكثر من جلسة مع أكثر من 7 وزارات لتسع وزارات ونحن نتحدث عن هذا الموضوع. للأسف الكبير جدا يعني كل المحاولات فشلت في إيجاد بدائل للعمال اللي بيشتغلوا داخل المستوطنات. حتى يعني من خلال الحديث يعني مظبوط انه بنتحدث احنا بشكل يعني واضح، لانه بالنهايه لازم نشوف بديل مش بس فقط عن العمل في المستوطنات. نعم. حتى بديل عن حل. حتى العمال اللي بيشتغلوا داخل من اسرائيل لازم نشوف لهم حل، مش يضلهم في هالوضع اللي هم موجودين فيه لحد هلا. يعني انا بقول لك يعني صعب جدا حسب المعطيات اللي امامنا انه نلاقي بديل للعاملات اللي بيشتغلوا في المستوطنات، لان العدد العاملات هو اعتماد على العمل في المستوطنات لا يمكن الاستغناء عنه. وهذا ما سنتحول به الى سيد مأمون ابو شهلة ضيفنا من قطاع غزة وهو وزير العمل. اهلا بك من جديد سيد مأمون. اهلا وسهلا ومرحبا لك ولضيوفك ولاخوانا الكرام. يعني الحكومه وهذا مبدا وقانون تم اقراره بمقاطعه المستوطنات، ولكن لم يكن هناك عمل من اجل ايجاد بديل كما يرى الشارع الفلسطيني وايضا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من اجل تشغيل هذه الايدي العامله والاستغناء عن العمل في المستوطنات، لماذا؟ نعم، الحقيقة انه الحكومة يعني هذا الموضوع يؤرق الجميع، الرئيس، رئيس الوزراء، كل مجلس الوزراء، كل اعضاء هذه الحكومة. موضوع العمل في اسرائيل يخلق لنا ازمات عديدة، ابناءنا يعملوا هناك في ظروف صعبة للغاية، هناك نوع من التعالي والغطرسة، هناك من نوع من سرقة حقوقهم. في قرارات اتخذت في الماضي من ايام الاخ الرئيس المرحوم ابو عمار، وقامت الحكومه بتقليص عدد الذين كانوا يعملوا في داخل الخط الاخضر. في فتره من الفترات كان عددهم يتجاوز 250,000، احنا الان نتكلم على ارقام اقل من ذلك بكثير، قد تكون النصف او الربع من لهذا الرقم. طبعا احنا الهدف الحقيقي لحكومتنا هي ان يعمل الانسان على ارضه، يلتصق في وطنه، يعيش كريم عزيز، يحصل على دخل كافي ليعول نفسه واسرته. لكن للاسف الشديد يعني الذي يطلع ويتعمق في دراسة حال الاقتصاد في وطننا، هذا الاقتصاد اقتصاد محاصر، اقتصاد يتم انهاكه من باسلوب منهجي من الطرف الاخر. يعني لو كل واحد فينا باسلوب علمي فكر في الموضوع بلاقي في الوقت الحاضر انه احنا اقتصادنا يعتمد على مؤسسات صغيرة الحجم. اكتر من 95% من المؤسسات في فلسطين، غزة وضفة غربية، عمالها اقل من 20 عامل. عندنا للأسف الشديد اي قارئ للوضع الاقتصادي نجد ربما عندنا في البنوك الان 10-12 مليار دولار موجوده ودائع في البنوك. هذا دليل على مرض الاقتصاد الفلسطيني، عدم وجود فرص عمل، عدم وجود فرص استثماريه. على العموم لو تعمقنا في صوره حالتنا الاقتصاديه الهشه، نجد ان اسرائيل تمنع الحركة الطبيعية للأموال وللسلع وللأفراد، لا يوجد لدينا نشاط حقيقي للتصدير. احنا بنصدر
بشوية حجر وبعض أشياء بسيطة. إحنا بنصدر بالكتير 600-700 مليون في السنة، وبنستورد 6-7 مليارات في السنة دولار. عندنا هنا رسوم عالية جدا، تعقيدات عالية جدا في إدخال البضائع والمعابر. عندنا عملية تكاليف الطاقة عالية لدرجة أنه أي مشروع صناعي مشان ينافس محتاج إلى طاقة لا تكلف للتر الوقود، بكلف عنا في الوقت الحاضر 6-7 شواكل. عنا تقزيم لأسواقنا، أسواقنا مبعثرة مشتتة ممنوع الحركة. عنا فتح الأسواق من شان إدخال بضائع إلى منطقة سي، بتدخل هذه البضائع بتضيع على خزينة الشعب الفلسطيني الحكومية أموال طائلة تحت عنوان فات وكاستم ديوتيز، لأنه إسرائيل حتى هذه اللحظة حسب بروتوكول باريس تجبرنا أن يتم الاستيراد والتعاطي مع دفع الرسوم إلى آخره كله في الموانئ والمطارات الإسرائيلية. هذا كله بصراحة معوقات لاقتصادنا لا يستطيع أي حد يتجاهلها. لكن إحنا في الوقت الحاضر حكومتنا تسعى جاهدة إلى إيجاد الاستثمارات الكافية لخلق أسواق في داخل الوطن وتنمية اقتصادنا الوطني بشكل يسمح باستيعاب عدد أكبر من العمالة، فتح أسواق العالم العربي لجواز السفر الفلسطيني حتى يكون هناك فرصة، لأنه أبناء اللي بيشتغلوا في الخارج هم معين أساسي لعائلاتنا في الوطن وإضافة للدخل الأهلي الفلسطيني. بالإضافة إلى أنه إحنا خلقنا مشاريع عديدة الآن لمنح قروض صغيرة للتشغيل بدل منح للإنفاق. كما أود أن أضيف إلى نقطة، إذا ضغط علينا الطرف الإسرائيلي بأنه يستغني عن عمالنا ويحيلهم إلى التقاعد، كمان إحنا إحالة عمالنا للتقاعد بتضغط على الاقتصاد الإسرائيلي الذي أصبح رضوا أم أبوا يعتمد على عمالنا اعتماد كبير، وإن كان مش هو بالضبط ما نحتاجه إحنا. عندنا موضوع آخر الحكومة تعمل عليه بجهد كبير، طيب اللي هو قانون الضمان الاجتماعي، ليكون ذلك مدعاة حسب بروتوكول باريس لاستدعاء أموالنا الموجودة في إسرائيل وحقوق عمالنا في إسرائيل. طيب رح نرجع لنقاط عديدة مهمة ذكرتها، ولكن أيضا أريد أن أنتقل إلى ضيفي بسام والويل في الاستوديو، والحديث هنا حسب استطلاعات الرأي الذي استمعنا له من الشارع الفلسطيني حمل أيضا رجال الأعمال، حمل المستثمرين مسؤولية في هذا الموضوع، غياب الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، من المسؤول عنه؟ لماذا لا يكون هناك مصانع استثمار فتح الأسواق حتى تكون هناك فرص عمل للعمال، ويعني مقدمة للانفصال مثلا الاقتصادي عن إسرائيل إذا كان هذا النهج سيكون في المستقبل؟ أولا مساء الخير لك، مساء الخير لكل ضيوفك، ومساء الخير لشعبنا الفلسطيني، وبنحيي طبعا تحيي لشهدائنا في هذه الظروف الصعبة وجرحانا، وإن شاء الله الفراج لأسرانا يكون قريبا. الموضوع يعني أنا بأمن أن هناك معوقات إسرائيلية لا حدود لها، لا حدود لها. الإسرائيليين يعني خلينا نحط هذا الشيء على جانب، أكبر معيق للتنمية في هذا البلد في كل شيء اللي وجود الاحتلال، هذا احتلال مجرم، احتلال عنصري، احتلال نازي، احتلال اللي بدك يا سمي. ولكن إحنا كقطاع خاص فلسطيني اليوم نحن أكبر مشغل في البلد، إحنا في عندنا حوالي 700,000 موظف وعامل يعملوا بالقطاع الخاص الفلسطيني. ولكن السؤال اللي أنا بدي أطرحه للنقاش هون، من يوم ما توقع سيادة الأخ الرئيس قانون مقاطعة المستوطنات، المعركة معركة مستوطنات ومعركة أرض، مظبوط ولا لا؟ يعني اليوم يعني إسرائيل هي متشبثة يعني بـ بـ بالأغوار عشان في لها قواعد عسكرية هناك؟ لا طبعا ما لهاش قواعد عسكرية هناك، إلها نقاط، ولكن الموضوع الاقتصادي هذا بدر لها 4 مليار، يعني مشاريع بالأغوار بدر لها حوالي 4 مليار دولار سنويا. طيب يعني هي يعني تسرق مقدرات الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية. نحن السؤال اللي بدنا نسأله ضحى، هل صار هناك جهد وطني لما إحنا وقعنا هذا القانون؟ جهد وطني
تقود وطني تقود من الحكومة من؟ تقود الحكومة. نعم. تقود الحكومة من أجل أن نجيب على سؤال إنه عمالنا اللي بيشتغلوا في المستوطنات. نعم. مثلا على سبيلنا نأخذ قرار نقول إنه في 30/6/2016 ممنوع أي عامل يفوت هناك، بس شو البرنامج اللي لاستيعاب هذول الناس؟ البديل شو الاستيعاب؟ نعم. أنا بدي أحكي لك اليوم القطاع الصناعي مثلا في فلسطين بيساهم في الناتج القومي حوالي 14%. لو قعدنا كقطاع خاص وحكومي وقلنا نعم. نريد أن نرفع مساهمة القطاع الصناعي لا يبادر في الناتج لماذا لا يبادر القطاع الخاص؟ يعني إذا أنتم عندكم رؤية أيضا ناقشنا وقدمنا مشاريع اقتراحات في هذا الموضوع. إذا استطعنا أن نزيد مساهمة الناتج القومي للصناعة من 14-25 تصوري نخلق حوالي 110,000 فرصة عمل. طب هذا موارد؟ هذا سؤال. هذا ممكن؟ هذه أسئلة يجب أن نجيب عليها. كيف لنا أن نطور الصناعة؟ كيف لنا أن نطور الزراعة؟ كيف لنا أن نستوعب العمال في المستوطنات ونقول خلص بكفي؟ اليوم العالم كله عم بيقاطع في المستوطنات وأنا بشتغل في المستوطنات. هذا لا يمكن أن يقبل، مش مقبول قدام العالم. إحنا موقفنا بكون في أوروبا تعبان، ولكن إسرائيل تحصر اقتصادنا في كل الأحوال يعني، وتمنعنا من الانتعاش الاقتصادي. وما حكاه أو ما ذكره سيد مأمون أيضا يجب أن لا نستسلم، يجب أن نجلس ونفكر. القطاع الخاص مستعد يضخ أموال، مستعد يضخ مليارات الأموال. اليوم إحنا الحمد لله على سبيل المثال نصدر حسب دائرة الإحصاء المركزي مليار دولار سنويا. تعالوا نفكر كيف نخليهن مليارين عشان هذا بيؤدي إلى خلق فرص عمل. هذا السؤال الاستراتيجي، إحنا نريد أن نفكر استراتيجيا. يعني اللي بده يفكر استراتيجي وتخطيطي في البلد نعم. ماشي، يجب يكون على طاولة مستديرة ويكون فيها جميع الأطراف. كأنك تحمل الحكومة مسؤولية تقصير في هذا الجانب. الحكومة هي التي تتحمل. نعم، الحكومة يجب، هي التي تقود. من الذي يقود؟ أنا كقطاع خاص أحكي لك بدي أجي أقول بدي أستثمر. طيب وين الإجراءات؟ وين التسهيلات؟ وين التشجيعات اللي بدها تقدم للاستثمار؟ يعني الوضع في فلسطين الحمد لله نحن نستثمر ومستثمر وبدنا نضخ كمان، ولكن هذا بده جهد وطني يشارك فيه مؤسسات أهلية، تشارك فيه الحكومة، يشارك فيه القطاع الخاص الفلسطيني. مش كمان في موضوع المستوطنات مهم، لازم نحط أولوية وقف العمالة، ولكن بدنا نوجد البديل. اثنين، انت تعرفي في 40,000 خريج كل سنة بتخرجوا، بيستوعب القطاع الخاص والحكومة قاعدة منهم 6-7,000-10,000. نعم. وفي عندي 30,000 بنضخه في سوق العمل اللي بيخرج برا بدبر حاله، ولكن الموضوع بده تفكير استراتيجي. كيف لنا أن نخلق فرص عمل في هذا البلد؟ وهذا الإشي السؤال لا يجب أن نخشاه، ولا يجب الاحتلال. هذا معيق مزبوط له، ولكن هاي أوروبا على الأبواب بدها تتقطع وضع المستوطنات. أن أنتقل بهذه المداخلة إلى سيد مأمون أبو شهلة من جديد. سيد مأمون، استمعت معنا لسيد بسام والويل. جهد وطني مطلوب من الحكومة أن تكون هي في المقدمة من أجل رعاية استثمارات، من أجل أن يكون هناك خطط لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية، وكما يقول هناك تقصير من الحكومة. الحقيقة يعني أنا السيد بسام بحترم وجهة نظره، وبحب أقول يعني إن الحكومة لما بتحط مناخ اقتصادي يسمح بإدخال الاستثمارات وإعفاءات ضريبية لسنوات عديدة لأي إنسان بيعمل مشروع استثماري. اثنين، لما بنعرف إنه إحنا واحة ضريبية بالنسبة للمناطق اللي حولنا، تم تخفيض الضرائب بالرغم من أن الضرائب تعتبر أساس في إيرادات الحكومة. الحقيقة هو بدأ حديثه بأسلوب رائع لما تحدث عن دور إسرائيل في تدمير وتخريب وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني. إحنا لو بتذكر الأخ بسام انعمل عدة مرات مؤتمرات لتشجيع الاستثمار في فلسطين. لا. لم نجد مستثمر أجنبي يريد أن يقيم أي مشروع استثماري في فلسطين. نعم. الحقيقة السبب في ذلك كما يعلم الأخ بسام وأي رجل اقتصادي، وهو إنسان اقتصادي ضليع ويسمعنا الأخ نصر عبد الكريم الآن، أنا بالنسبة للبضائع والمواد الخام أنا بستوردها عبر إسرائيل بكل معيقات إسرائيل. أنا الآلات والمعدات بس بستوردها من إسرائيل بكل معيقات إسرائيل. أنا لما بنعرف أنه أحيانا تكاليف النقل من الصين إلى سدود
أرخص من مصاريف النقل من سدود لغزة أو للضفة الغربية بسبب التعقيدات الإسرائيلية. لما بنعرف أنه السوق الفلسطيني سوق مجزأ، الأخ بسام بنتج في نابلس، بعيدة نابلس عن غزة على سبيل المثال 120-150 كيلو، يمكن باستيراد من اليابان أرخص وأسهل من الاستيراد من الخليل إلى غزة وهي 28 كيلو جوا. الحقيقة أننا مقطع أوصالنا تصاريح ممنوع ممنوع ممنوع، يجعل أي مستثمر يحجم عن التعامل في السوق الفلسطيني. سوق خطر، سوق مش مسموح فيه. يعني أنا الآن مثلا على سبيل المثال هذا التشوه الموجود عندي أنا في غزة الآن، الصندوق البندورة أو الباذنجان أو البطاطا اللي وزنه 15 كيلو بيباع ب10 شيكل، والكيلو يباع في الضفة الغربية الكيلو يمكن ب10-15 شيكل. لو كان هناك حرية للانتقال بسلاسة، ونحن بلد صغير المسافات بيننا لا تتجاوز العشرات الكيلومترات، هل يعني في ساعة أنا بستطيع أغطي السوق الفلسطيني كله؟ لكن أحيانا نشعر أنا الآن وزير مش قادر أوصل الضفة الغربية بسبب التصريح، وبالتالي هذه المعاقات هي التي زي ما بديت حديثي وقلت هذا أسلوب ممنهج لإضعاف وتدمير والقضاء على الاقتصاد الفلسطيني. الموضوع مش موضوع أي نوع من الضعف في حكومتنا أو عدم الرغبة من هذه الحكومة في أن تتحمل مسؤولياتها. لا سيد مأمون، فقط في ملاحظة بسيطة سأعود إليك في ملاحظة بسيطة. عند هذه النقطة سيد بسام، يعني في هناك إجراءات من الحكومة راع، ولكن قلنا أن بدها مجهود وطني تقود الحكومة. طيب يجب أن تقود الحكومة. طيب هو تحدث سيد مأمون، الحكومة جاهزة، الحكومة جاهزة، الحكومة جاهزة. البعض يعني سيد مأمون أنت تحدثت عن توجه الحكومة لإيجاد استثمارات في الوطن، استيعاب العمالة الفلسطينية أيضا، فتح الأسواق، تحدثت عن ذلك أن الحكومة تسعى إلى ذلك. كيف تسعى لذلك أمام كل المعيقات التي تحدثت عنها، وما المانع لأن تقود الحكومة بالفعل مثل هذا الدور الوطني لتشجيع الاستثمار؟ الحكومة يعني تسعى بجدية وتتمنى وتأمل، كل الأطراف، الحكومة عبارة عن جزء من هذا الشعب، الحكومة مش جانب غريب، كل أبناء هذه الحكومة هم أبناء هذا الشعب، يعيشوا مشاكله ويعيشوا مأساته، ولا نفكر بخلاف ما يفكر به أي رجل أعمال فلسطيني. لنا نفس الهموم، لكن لما يكون زي ما حكيت لحضرتك، لما يكون هذا السوق ممزق بهذا الشكل، لما يكون هذا السوق خطر بهذا الشكل، لما تكون عبارة عن تكاليف الطاقة، كلنا بنعرف تكاليف الطاقة لا تسمح. احنا عندنا في فلسطين الغاز موجود تحت أرضنا بيخلي تكلفة الكيلو وات اللي احنا بنشتريه من إسرائيل بأكثر من 50 أجورة يكلفني حوالي 21 أجورة. هذا بيعمل احنا نص دخل للوطن الشعب الفلسطيني رايح للوقود وللكهرباء. هذا كله أشياء معيقات تدمر اقتصادنا وتجعله اقتصاد هش وضعيف ومريض. الحكومة بتحاول، المفروض أن هذه الحكومة تتلقى مساعدات دولية، لأنه هذا مال سياسي كان المفروض منذ اليوم الأول تمن هذا الاحتلال البغيض أن نعطى الفرصة لنحصل على مساعدات دولية. المساعدات الدولية من 1995 حتى الآن اتناقصت من 5 مليار دولار سنويا إلى حوالي 700-800 مليون. هذا كله عبارة عن ضغوطات سياسية اقتصادية بقصد استسلام سياسي. طيب مرة أخرى سيد شهر سعد، أمام ما استمعت من معطيات الآن من قبل الحكومة والقطاع الخاص، هنا نتحدث عن يعني واقع معطيات يتم الحديث عنها أمام المطالبات بمقاطعة المستوطنات. لا إمكانية لمقاطعة المستوطنات لأنه لا بديل للعمل بالنسبة للعمال الفلسطينيين. ما الذي يمكن طرحه في هذا الجانب من قبل الاتحاد الذي يمثل الطبقة العاملة؟ يعني صحيح انه الجميع معني في
منع العمل داخل المستوطنات وتحريمه. وهذا يعني المفروض يعني دائما نتحدث عن هذا الموضوع لكن يعني الواقع مرير والواقع أليم، أليم جدا، يعني الواقع أليم جدا، ونحن بحاجة إلى يعني بوادر، هذه البوادر تكون يعني تعطي الأمل ليس فقط للعمال بل للشعب. يعني الوضع يعني الاقتصادي يحتاج إلى العديد من المبادرات من أجل إنعاشه. يعني احنا بديش أزود على الاقتصاديين ولا على الوضع الاقتصادي بشكل عام. في هناك أثرياء فلسطينيين خارج الوطن ومنهم بعمل داخل الوطن أثرياء بمجموع، إذا بدنا نشوف ثرواتهم أرقام كبيرة جدا. نعم. ليش هدول الناس ما نعرف نستثمرهم ونجيبهم هون للداخل؟ يعني أنا سمعت إنه صار مؤتمرين ثلاثة الاستثمار. إيش اللي تم في المؤتمرات الاستثمار؟ جبنا بعض الفلسطينيين عبارة عن زيارة، جبنا بعض العرب ما استفدنا منهم. نعم. إحنا بدنا نخلق واقع جديد إذا ما نفتح مشاريع استثمارية جديدة ولا يكون هناك استثمار. لا يمكن إنه نقدر نقاوم المستوطنات، لا يمكن أصلاً نقدر يعني نغير في السياسات. على سبيل المثال يعني أنا ما بدي أحكي أرقام أحسن ما يكون في هناك خربشة، بس لكن إذا ما أخذناش فواكه من إسرائيل باكلش الشعب الفلسطيني فواكه، الله أكبر. إذا ما أخذناش جزء كبير جدا من الخضروات الشعب الفلسطيني بأخذ خضروات. إذا ما باعت شركة طنوفا لغزة ما فيش هناك ألبان ولا فيش. يعني المشكلة يعني الاعتماد اللي قاعدين نحكي عليه. إحنا عنا أراضي في أريحة بالطعم بتصور دولة. طب وين هالاستثمارات الزراعية فيها في سهل صانور يعني احنا في هناك بوادر كبيره جدا يمكن الاستثمار والاستغناء نهائيا عن السلع الاستهلاكيه الاسرائيليه. ولا واحد في شعبنا اليوم الطفل الصغير بيرفض انه يعني بحارب انه ما ياخذ سلعه اسرائيليه، بس لكن ما فيش هناك بدائل. البدائل هي الاساس من اجل انعاش الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتحفيز الشعب الفلسطيني على اعتماد السلع الوطنيه الفلسطينيه كاساس لمجتمعنا الفلسطيني. بالاضافه لذلك يعني مطلوب كثير من المتغيرات كما ذكروا العمال، بس ننسى الكلام اللي حكوا العمال. ننتبه له صح إن هم بيقاوموا العمل في المستوطنات، بس بقول لك في هناك إغراءات. ليش عامل بناء اللي بيشتغل في المستوطنات على سبيل المثال باخذ 250 شيكل، وليش عامل البناء اللي موجود بفلسطين باخذ 100 شيكل؟ لازم نفكر. نعم. لازم نفكر ونعرف نواجه هذه الحقيقة. نعم. لازم نفكر ونعرف كيف احنا نمنع ونحاول نقنع انه نمنع العمال من انهم يشتغلوا في المستوطنات، على الاقل في المستوطنات، لانه احنا بحاجة. ليش الحياة هون الحياة غالية جدا. يعني ايش الفرق لما بيحكي معالي وزير العمل بيحكي عماله عن ارقام مضاعفه عن يعني التنقلات اللي بين اجدود وغزه او اجدود والضفه، معناته هذا كله بيزيد على السلع الاستهلاكيه وعلى اللي بنشتريه احنا كفلسطينيين لما بيجينا على الضفه او على غزه، بناخذه اغلى من اسرائيل. فشو ورواتبنا هي بالحضيض. يعني حتى الحد الادنى للاجور ما فيش هناك يعني التزام في تطبيق الحد الادنى للاجور. نعم. فيش هناك التزام في غلاء المعيشه وجدول غلاء المعيشه بشكل عام. احنا لما بدنا نحارب العمل في المستوطنات ونحارب العمل، ومفروض علينا واجب وطني على كل الشعب الفلسطيني انه حارب العمل في المستوطنات، بس المفروض انه نحاربها بتمكين العامل الفلسطيني. أكيد. من كل حياته اليوميه. طيب سيد، شكرا لك سيد بسام. فيما يتعلق بما ذكرت، هناك استعداد من رجال الاعمال المستثمرين بان يستثمر
تثمره. ولكن في كل الأحوال رأس المال جبان، والمنطقة كما نعلم هي منطقة دائما متوترة، لا أمان اقتصادي ومالي فيها. وأيضا كما ذكر الوزير هناك عديد المؤتمرات الاستثمارية التي جرت، ولكن بالمقابل لم نرى أي مصانع ولا استثمارات ولا مشاريع يعني لتشغيل هذه الطبقة العاملة، حتى يعني على صعيد رجال الأعمال الفلسطينيين. فيعني كيف تقول أنه في استعداد؟ أخت ضحى، يعني أولا إحنا لا نقلل مما قامت وتقوم به الحكومة من سياسات وإجراءات تحفيزية. نعم، أنت سألت سؤال أنه في 35 عامل بيشتغلوا في المستوطنات، 35 ألف، كيف إحنا بدنا معركة مستوطن؟ نعم، مش الموضوع وطني. أنا اللي بقول في هناك يجب يكون جهد وطني، نقعد على طاولة مستديرة فيها الحكومة وفيها القطاع الخاص وفيها كل المؤسسات الأهلية والنقابات، عشان تقعد وتناقش كيف لنا خلال 6 أشهر نفرغ العمال من هناك ويجي هون بس يعيشوا بكرامة. يا سيدي صح ولا لا؟ هذا اللي أنا بحكيه. هلا من سيقود هذا الكلام؟ مش معقول أنا كقطاع خاص أقود هذا العمل وكل الحكومة تفضلي. لازم الحكومة تقول تعالوا على الطاولة وتقولنا تعالوا إحنا تدعينا، يعني هي هم اللي بقودوا هذا العمل ونحن. لكن هي إحنا في الآخر هي نفذت مؤتمرات استثمارية، أليس كذلك؟ يعني كمدخل خلينا إحنا ما بنحكي عن مؤتمرات استثمارية، اللي بنحكي هذا فيه أن هناك استثمار أيضا. بدنا نوقف العمالة في الاستيطان، هذا السؤال. بدنا نقعد ونفكر زي ما حكيت لك كيف بدنا نحفز مثلا الصناعة، تصير السهم 25% لأنه بخلق حوالي 110,000 فرصة عمل. في إجراءات كيف بدنا ندعم المنتج الوطني، كيف نعززه؟ يعني خلينا نقعد مثلا على سبيل المثال، انا ما بديش اقول هلا طالب مقاطعه، واضح انه مقاطعات في كثير هناك امور طالبت بالمقاطعه وحملات، هناك اصلا هناك مقاطعه بشكل معلن، هناك مقاطعه لمنتجات المستوطنات يعني بشكل معلن، هي هناك مقاطعه المستوطنات مقاطعه. نعم، بس بحكي عن الوضع الاسرائيلي. ولكن احنا اليوم في دوله معترف فيها، دوله تحت الاحتلال. نعم، انا بعطيك امثله اللي ممكن يعني تشجع. اليوم احنا الالبان تبعتنا، الالبان ممنوع تفوت على اسرائيل، في هناك سلع ومنتجات ممنوع تفوت على إسرائيل، منعتها. نعم، واتفاق باريس بيقول انه في حريه تنقل بضائع. طيب ليش انا كحكومه ما اتخذ قرار انه عسى ناخذها سلعه على الالبان؟ بدكيش يا اسرائيل تفوت الالبان الفلسطينيه على اسرائيل، بديش افوت الالبان الاسرائيلي. تعامل بالمثل. يعني اليوم احنا في دوله، وفي دوله معترف فيها تحت الاحتلال، وبالتالي بدنا نتعامل احنا وهذا الاحتلال على ارضيه المثل. مش لازم يكون فلسطين هي عباره عن تضخ فيها بضائع زي ما بدك. احكي لاخونا شاهر ابو العبد شغلة مهمة. اليوم تعال انزل على أي محل خضرة، يعني الموجود فيه خضار وفواكه وكذا موجود بيجي من إسرائيل. طيب أنا مناخي زي مناخهم. اليوم فيه بقول لك البقيعة سهل كد الدنيا، ممكن إذا بنزرعه بكفي كل فلسطين والشرق الأوسط. عندنا سانور، عندنا كذا، عندنا كذا. خلينا نيجي نتكلم إنه هاي السلة الغذائية الخضروات الموجودة في السوق خلينا ننتجها وصير أصدرها كمان. بس أنا ما بدي أعطي صورة سلبية عن هذا الاقتصاد. اليوم الاقتصاد يصدر مليار، احنا في القطاع الصناعات الغذائيه والسلع الزراعيه نصدر 200 مليون دولار بالسنه. نعم، احنا بالحجر بالرخام والحجر بنصدر 300 مليون. الادويه اليوم غزت كل الاسواق الاوروبيه. اليوم هذا اقتصاد صح فيه معيقات مجرمه، واقتصاد اسرائيل مجرمه في كل الجوانب، احنا معترفين. ولكن انا عندي دائما امل، انا رجل اعمال او انسان بحب الامل، بحب اعطي صوره امل انه هذا الاحتلال ما لازم يهزمني، ما لازم يهزمني بشيء، حتى بالفكرة بالإبداع هو مش أبدع مني. إحنا بنينا دول، ولكن بدناش نعدم الوسيلة في إننا نفكر ونبدع. اليوم شرق آسيا قامت سنغافورة كلها ندرس تجربتها على مبادرات شباب عندها مبادرات، واليوم بدأ في فلسطين دعم للمبادرات. عندك فكرة تعالي تفضلي بالصناعة بالتجارة. اليوم عالم الاي تي اليوم بدوش حدود. إذا بدك تشتغلي في البرمجيات بالعالم اليوم كله كليك على الانترنت بتودي وين ما بدك، وبتقدر تشتغلي في هذا البزنس من دون حواجز. إسرائيل ما بتقدر تمنعني. اليوم إذا إحنا طورنا أحد البرامج، برمجيات انباعت بمئات الملايين الدولارات. نعم، وبمليارات. وبالتالي إحنا بحكي إنه بدنا نقعد ونفكر ولا نعدم الوسيلة في التفكير. وهذا الاحتلال يجب أن نستذكر أنه مجرم، هذا قتل الطفل وقتل المرأة وخلع الشجرة، ما بننسى هذا الإشي. ومقاومة السلمية حق مشروع لنا، وجزء من مقاومتنا أن نقهر هذا الاحتلال ونعمل بناء. بدنا نبني اليوم، بدنا نقاوم هذا الاحتلال ونبني مؤسسات الدولة، يجب أن لا نعدمها. أنا هي قناعتي أنه نعم يمكن أن نعمل شيء في هذا الظلام لشعبنا لشبابنا لأطفالنا. ما بدي أستسلم، أنا ما بدي أشعر،
ولكن الجهد كله نحن نقول لأخونا وصديقنا الدكتور مأمون أبو شهلة، نحن نعم في مركب واحد، وإذا غيرك روحنا، إحنا والحكومة واحد، ما في فرق. هذا الاحتلال لا يفرق بين الحكومة وبين القطاع الخاص وبين الشعب وبين كذا. إحنا خلينا في هالمركب نحاول أن نفكر مركب واحد وأكثر بسنين. وتخيلي شو بدعم شو بدعم. بس أنا بدي أحكي كلمة أخيرة. نعم. تخيلي إحنا شو بنهدي هدية للقيادة السياسية، أن نقول لهم مثلا من 30/6/2016 لن نجد عامل في المستوطنات. تخيلي هذا الموقف القوي الذي سيتسلح فيه، فاهم علي، القيادة السياسية في العالم كلياته. نعم. وخلينا نعمله، خلينا نقعد ونفكر. سيد مأمون، واستمعت معنا لما طرحه سيد بسام. إن كنا في مركب واحد الحكومة ورجال الأعمال، لماذا لا نحول هذه الشعارات والعمال. وأيضا اتحاد العمال، لماذا لا نحول هذه الشعارات بالفعل إلى عمل جاد وتأسيس مثل هذا الاقتصاد الفلسطيني رغم كل المعيقات الحاصلة، حتى لو بدأت باستثمارات قليلة صغيرة كمشاريع الزراعة، والأرض الفلسطينية هي أرض خصبة وفيرة، يمكن البدء على هذه الأساسات. ما المانع؟ نعم، الحقيقة أنا بس يعني بدي أميز ما بين مشاعرنا ومشاعرنا الوطنية العالية ومشاعرنا الوطنية اللي استطاعت خلال 67 سنة أن تحبط كل المشاريع اللي كان الطرف الآخر بتوقع أنه ينجح فيها. نجح في بالكثير 10% من مشاريعه بسبب وطنية الإنسان الفلسطيني. بس على العموم كمان يجب أن نتذكر أن هناك مجتمع دولي لديه خبراء يضع دراسات، نحن نطلع على هذه الدراسات باستمرار. لو قرأناها لوجدنا أن العالم أنصفنا عندما قال أن المعايير والأساليب التي تتبعها إسرائيل كدولة احتلال تحبط كل مشاريع اقتصاد في فلسطين. لما نسمع تقرير بيقول انه قطاع غزة اللي بيشكل 40% من سكان فلسطين الضفة وغزة، في 2 مليون انسان غير قابل للحياة سنة 2020، مش معنى ذلك انه غير قابل للحياة حيكون في نار وحرائق، حيكون في يعني عدد كبير من السكان غير قادرين على ايجاد قوت يومهم. هاي المعنى، ميتهم حتخلص، مش حيكون عندهم قدرة على إيجاد أي عمل أو أي مشاريع، لا زراعة ولا غيره، لأنه حتى إحنا الآن مساكننا بتاكل الأرض الزراعية إلى آخره. بس على العموم، على العموم الحكومة الحقيقة الآن تدرس مشروع مختلف عن مشروعين اللي قبل كانوا لمشاريع الاستثمار في فلسطين. يعني هناك دراسات تعد في الوقت الحاضر لأشياء على مستوى، إحنا طموحنا كبير، يعني إحنا مش مجرد بدنا نعمل مصنع $200,000 ولا $1,000,000 كمان، إحنا مفروض بنفكر قاعدين على مشاريع كبيرة جدا. إحنا بنحكي على مشاريع قد يكون كل مشروع منها 4-5 مليارات. إحنا على فكرة أموال أبنائنا في العالم لا تقل، وهي ودائع في البنوك العالمية، عن $70 مليار، وهذه أرقام من البنوك العالمية. هذه الأموال إذا المهاجرة إذا عادت إلى الوطن يمكن أن نبني شيء عظيم وشامخ. إحنا عينينا على دول المنطقة، نصدر لها بدل ما إحنا نكون مجرد شعب يتلقى المساعدات من أجل لقمة العيش، نتحول إلى ناس يصدروا إلى ليبيا وتونس والجزائر والسودان والسعودية والعراق وإيران وإلى آخره. هذا الكلام محتاج إلى الدراسات تقوم بها الحكومة في الوقت الحاضر. أنا بحب أطمن الجميع، إخواني وشعبي، إخواني، أنا بحكي مع رجال الأعمال وبحكي مع قطاع العمال ونقابات العمال، بحب أقول لهم أن الحكومة تحضر في الوقت الحاضر دراسات ستظهر إلى النور قريبا تلبي كل ما سمعنا في هذا الحديث اليوم. لكن احنا الان هبة القدس بتخلي الصورة في الوقت الحاضر منحرفة نحو مشروعنا الوطني اكثر ما هي منحرفة نحو لقمة العيش. يعني هذا وضع مستمر سيد مأمون، والسوق، اوضاعنا مستمرة بفلسطين على هذا النحو بالضبط.
يعني لن يكون الوضع مستقر. وبالتالي بحب أذكر أنا حسب أيضا ما يتم الحديث عنه من تنفيذ لقرارات المجلس المركزي بالانفصال اقتصاديا عن إسرائيل، التحضير لهذه المرحلة، يعني الحكومة ما الذي تؤسسه أصلا لهذه المرحلة القادمة حتى لا يكون هناك فراغ سياسي؟ أنت بتقولي من هذه الناحية، يعني أنت بتقولي شيء عظيم، وأنا الموضوع العظيم اللي حضرتك بتحكيه أنا بحب أنوه إلى ما يلي. إحنا الآن ما منحنا من الطرف الإسرائيلي خلال السنوات الماضية كان حكم ذاتي منقوص، لكن الأخ الرئيس عندما ذهب إلى العالم وانتزع في الأمم المتحدة قرار بالاعتراف بفلسطين كدولة، الآن نحن نريد أن نرسخ هذه الدولة لتعطي الإنسان الفلسطيني الديجنيتي، الكرامة، الحرية أن يعمل بعيدا عن الـ 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 القيود الإسرائيلية اللي مكبلة. أنا بحب أقول حاجة في الوقت الحاضر، إحنا على وشك أن نصل إلى مرحلة جديدة في نضالنا، وستكون أعتقد في 2016 بدايات لدولة فلسطين بعيدا عن الاحتلال. الآن الإخوان تحدثوا عن الغور وقالوا منطقة الأغوار قادرة على أن تعطينا سلة غذاء. طب إحنا المنطقة سي، المنطقة سي اللي هي بتشكل على فكرة قطاع غزة بشكل 1.3 من مساحة فلسطين التاريخية. نعم. الضفة الغربية المناطق المسكونة اللي فيها القرى والمدن لا تتجاوز 10% من مساحة الضفة الغربية. إحنا ما هو متاح إلنا؟ لا عنا لا الأرض متاحة ولا المياه متاحة ولا الطاقة متاحة ولا حرية الحركة والبضائع متاحة. أنا الآن لو بدي أجيب حتى مستثمر فلسطيني عنده مشاعر وطنية عالية، نعم، هل الرجل اللي بده يجيب 5 مليار يعمل مشروع في فلسطين هل قادر؟ حتى مع العلم من تجاربنا السابقة لو جاب حتى أحيانا مصنع بالكامل يمنع الإسرائيليين في آخر لحظة إدخال الكنترول بانيل تبع المصنع، وهذا الأخ بسام كان بيعرف. يعني أنت أستاذ مأمون شرحت الحالة أكثر مما أعطيت في إسرائيل حلول، من أجل يعني بصراحة حلول وخطط للحكومة، يعني المعيقات نحن نعلمها دائما، ولكن دائما الطموح بحلول توضع من أجل التأسيس لمرحلة الحلول قادمة. سترى نور قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. ورح ما هو الواحد مش لازم يتكلم على أشياء غير قابلة للتطبيق في الوقت الحاضر، لكن ستطبق في سنة 2016 حتما بإذن الله تعالى إن شاء الله. سيد شهر سعد، يعني من ما سمعت هل تتوقع مثل ذلك؟ وإذا ما نظرنا إلى الوضع السياسي أيضا وانعكاسه على الطبقة العاملة وهذه المرحلة التي نتحدث عنها، ما المفترض يعني في هذه المرحلة، وماذا تتوقع أصلا بالنسبة للعمال الذين يلجؤون إلى المستوطنات مضطرين للعمل؟ يعني بدنا زي ما يعني بدنا نعطي الأمل فقط للموضوع. نعم. لكن الواقع يعني حسب المعطيات التي قدمت وحسب يعني ما طرح المعطيات صعبة، ما بتوقع انه في هناك يعني بوارق امل يعني لا، وحتى يعني احنا على ابواب 2016. يعني هذا الموضوع يعني موضوع بده يعني انا يعني برد بحكي مره اخرى بالفكره اللي حكاها اخوي بسام. نعم. يعني كثير مهم جدا انه هذا الموضوع ما يؤخذ على عاتق جهه وجهه ما. نعم. المفروض انه يكون في مسؤوليه من الجميع. احنا كعمال صح انه مش رايحين نقدم المال بس، لكن بنتحمل مسؤوليه ان نكون موجودين. نعم. في غرفه واحده الى اصحاب العمل، الى الحكومه، الى الخبراء، من اجل وضع دراسات والخروج من هذه المأساة. نعم. المأساة الرئيسية انا بضم صوتي لصوت يعني كل الناس انه يجب ان يكون هناك وقف العمل في المستوطنات. المفروض انه الخطوة الاولى ان نقعد مع بعض نفكر. نعم. نحط يعني دراسات كيف احنا نخرج من هذا الواقع. سيد بسام، والكلمة الأخيرة، يعني كلمتك الأخيرة حول هذا النقاش. انا ما زلت بموضوع هذا الاقتراح. اولا يعني ونهائيا هذا المشروع وطني بامتياز. نعم. وطني بامتياز. العالم كل اليوم ضد الاستيطان وضد المستوطنات وضد كذا، واليوم في جهد سياسي كبير بيكون في
سيادة الأخ الرئيس وطاقم المفاوضات بخصوص المستوطنات وكل المعركز كل المفاوضات انهم وقفوا لسلطان، صح ولا لا؟ صحيح. وبالتالي أنا بطالب من هلأ، أنا بطالب أن يعلن تاريخ 30/6/2016 مستوطنات خالي من عمال الفلسطينية. نعم. ولكن بدنا نقعد في برنامج عملي ونعطي حوافز على أنا بديش أحكي لنا بتفاصيله، ولكن إذا جلسنا على طاولة مستديرة كقطاع خاص حنقدم ورقتنا وحنتحدث، ونحن نتحمل مثل الحكومة كمان الشركات. أنا بحكي كرئيس لاتحاد الصناعات الغذائية ورئيس للاتحاد العام للصناعات، في عنا 14 ألف منشأة صناعية، يعني لو جينا كنا بعض المصانع الكبيرة ولا صغيرة ولا صغيرة لو استوعبت عامل أو عاملين من اللي بيشتغلوا في المستوطنات، يعني بدنا نحكي عن حلول ولا لأنها وطنية بدنا نتحمل، ولكن لنجلس على طاولة مستديرة ونعلن 30/6 نهاية العمل في المستوطنات ونحط برنامج لاستيعاب العمال في المستوطنات. هذا الحل العملي، هذا الإشي اللي لازم، ولكن يعني نتمنى انه ان تكون هذه مقدمه، يعني بالفعل مقدمه لانطلاقه. وانا اشكرك سيد بسام والويل رئيس مجلس اداره الاتحاد العام للصناعات الفلسطينيه، شكر موصول لك سيد شكرا. شاهر سعد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ايضا اشكر ضيفي من غزه سيد مأمون ابو شهله وزير العمل، ونعتذر عن ضيفنا الرابع دكتور نصر عبد الكريم لتعذر وقته مع البرنامج، نأمل أن نكون وإياه في حلقات قادمة. وكان النقاش حول مقاطعة العمالة في المستوطنات الإسرائيلية. مني أنا ضحى الشامي ومن فريق العمل أطيب المنى لكم سيداتي سادتي، إلى اللقاء.